هناك رباعية دولية تضم الإدارة الأمريكية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا. هم يرعوا ده 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 شرط حطه الرئيس ابو نعم، لأن مازن احنا امام جو لا بايدن. نريد يعني يعني رعاية لا رعايه وحيدة للمفاوضات منفردة دي بطرف، برعايه طرف واحد، بتاع طرف لابد واحد. من الرباعيه هذا الدوليه. موقف للقيادة الفلسطينية ثابت وراسخ، يؤكد عليه الرئيس في كل محطة، وأكد عليه مع الرئيس بايدن في آخر مكالمة تليفونية. لذلك احنا مع عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية والأمم المتحدة وفق الشروط التي تحدثنا يعني حولها. نحن في نهاية المطاف نريد ماذا نريد؟ احنا نريد انهاء، ده مهم يا فندم. في بنود، نحن نريد انهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. تمام. وهنا أقول نحن لا نقبل بعاصمة في القدس، وإنما القدس بكامل حدود 67 هي عاصمة دولة فلسطين. اثنين، نحن نريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة متصلة جغرافيا قابلة للحياة على هذه الأراضي التي احتلت عام 67، ولا نقبل بإقامة دولة في غزة، ولا نقبل بإقامة دولة بدون غزة، ولا نقبل بإقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية. هذا مرفوض، ده من الثوابت هذا الأساسية. ثابت يعني ومرفوض لدى فلسطين ولدى نعم. مصر. طبعا نحن نرفض ومصر ترفض، وبالإضافة أننا في فلسطين نحترم سيادة مصر على كل سنتيمتر يعني من ترابها الوطني. أذكر أنه يعني رئيس سابق يعني عرض على الرئيس الفلسطيني، هذا واضح، ورئيس فلسطيني الرئيس أبو مازن أعلن ده بشكل واضح، قال ذلك أنه عرض عليه ورفضه رفض قاطع. بالضبط. وهذا المخطط قديم جديد يعني من الخمسينات، من الخمسينات وهو مطروح على الطاولة، وخاصة مشروع التوطين، توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء. احنا ايضا نرفض توطين اللاجئين في اي مكان. صحيح. احنا نطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعددهم اليوم حوالي 6.5 مليون لاجئ، بالعودة الى بيوتهم وديارهم، مدنهم وقراهم التي هجروا قسرا منها عام 1948 بموجب قرار الجمعية العامة المتحدة رقم 194. هذا موقف فلسطيني ثابت، وحق العودة هو حق فردي مقدس لكل لاجئ فلسطيني. لا يملك أحد أن يتنازل عن حق هذا المواطن اللاجئ إطلاقا، هو صاحب الحق، هو صاحب الحق، العودة والتعويض معا، وليس العودة أو التعويض. يعني الوطن لا يباع ولا يشترى ولا يقارن بكل فلوس الدنيا يعني. لذلك اللاجئ الفلسطيني هو صاحب الحق في ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن كما قلت هناك الوفدين الأمنيين توجها إلى فلسطين وقابلوا المسؤولين في قطاع غزة، وقابلوا السيد الرئيس يعني في رام الله، واستمع منهم واستمعوا منه لمجمل الترتيبات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، ليس في غزة فقط. احنا هنيجي لهذه الترتيبات. نعم. وهذا اللقاء اللي دار ما بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن والوفد الأمني المصري. لكن عايز أسأل حضرتك، مع الاحترام الشديد لكل ما قيل عن بايدن ومطالبته بكذا، لكن في بعض الناس كانت شايفة أنه في ظلال على الموقف الأمريكي خلال ال11 يوم، لدرجة أنه البعض اعتبر أنه أمريكا تمنح إسرائيل فرصة أو تتيح له بعض من الوقت لتحقيق مكاسب على الأرض. تقييمك للموقف الأمريكي خلال ال11 يوم إيه؟ الموقف الأمريكي الرسمي في مجلس الأمن كان مخيب للأمل. أمريكا أحبطت وأفشلت جلسات مجلس الأمن في التوصل إلى بيان قرار أو بيان أو حتى تلخيص لحالة. رفضت ذلك. وأنا قلت إدارة أمريكية جديدة سياسات قديمة تبعت بالانحياز الكامل لإسرائيل، ونحن نطالب الإدارة الأمريكية بأن تنحاز إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي. موقف الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن كان مخيب للأمل. أمريكا عبرت، الإدارة الأمريكية عبرت عن موقف يعني على الأقل يعني متميز قليلا خارج هذا الإطار، وهو تأكيد حل الدولتين، التأكيد على حل الدولتين كثابت أساسي لحل الصراع أو الفلسطيني الإسرائيلي. أكدت على دور السلطة الفلسطينية، شرعية الرئيس أبو مازن، وأن لا جهة تمثل الشعب الفلسطيني خارج إطار السلطة بشكل رسمي أو في إطار والرئيس أبو مازن. أمريكا أيضا استأنفتها للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأونروا. هناك يعني موقف مختلف
للإدارة الجديدة عن الإدارة الأمريكية السابقة، واعتبرت أن القدس الشرقية يعني أرض محتلة، يعني وأن مجمل الأراضي اللي احتلت عام 67 هي أرض محتلة، وهذا مهم يعني بالنسبة لنا في أي تحرك سياسي قادم. ونحن في منذ اللحظة الأولى السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في الرسالة التي وجهوها رسالة التهنئة أبدوا استعدادهم للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة في بناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكية تحدث مع السيد الرئيس، الرئيس الأمريكي تحدث مع السيد الرئيس، السيد الرئيس أيضا استقبلوا المبعوث الأمريكي الخاص هادي عمار على رأس وفد أمريكي. وزير الخارجية الأمريكية سوف يصل للمنطقة أيضا خلال أيام، خلال أيام، وسوف يقابل أعتقد يعني يزور رام الله ويقابل السيد الرئيس، وأعتقد ربما لا أعرف إذا كان سيزور مصر أيضا يعني ما زال الجدول يعني بالنسبة لمصر يعني غير محدد. الآن ما بعد وقف إطلاق النار هناك لابد أن تكون المرحلة مختلفة عن ما قبل العدوان وما قبل الحرب على غزة، لابد أن يتم وضع حل جذري لهذا الصراع، لأنه لا نريد أن نجد أنفسنا بين فترة وأخرى أمام عدوانات، أمام عدوانات متكررة على الشعب الفلسطيني بهذه القدرة وبهذه القوة وبهذه الحالة التدميرية التي مر بها قطاع غزة. لذلك مصر الآن تبذل جهود نوعية، الأشقاء في الأردن يبذلون جهود أرض نوعية واتصالات نوعية، الإدارة الأمريكية بدأت تتحرك وتتفاعل مع الأحداث، وهذا مختلف يعني في الموقف الأمريكي عنه في مجلس الأمن أو المؤسسات الرسمية. نحن نعرف أن الإدارة الأمريكية يعني منحازة إلى جانب إسرائيل، الإدارة الأمريكية تقول لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، وتقول أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. طب أليس من حقنا نحن الضحية أمام هذا الوضع أيضا أن ندافع عن أنفسنا ولو بشكل سلمي؟ إحنا تبنينا منهجية المقاومة الشعبية السلمية. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أيضا هناك ملاحظة مهمة، الصيغة أو التعبير الذي استخدمته الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا حينما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، تفسيري أنا لهذا التعبير أنهم أعطوا إسرائيل أكبر مدى زمني ممكن لتنفيذ بنك الأهداف كما يقولون، ومن ثم قوموا بوقف إطلاق النار. يعني كان ممكن وقف إطلاق النار أن يعني خلصوا بسرعة، يعني خلصوا بسرعة يعني إذا عندكم أهداف أخلصوا بسرعة. يعني بعدين يعني كمان حتى التعبير آخر خفض مستوى العنف، يعني تعبير يعني فضفاض، يعني يعني هذا موقف غير جاد. أنا ممكن أن أوصفه بأنه هنا في موقف في تحليل غير جدي، تحليل صياغات نعم الخطاب الأمريكي نعم يعني التعبيرات يعني في أسرع وقت وأنه تخفيض مستوى العنف، يعني هذا يعني ليس الموقف المطلوب من الإدارة الأمريكية. كان المفروض موقف الإدارة الأمريكية أكثر حسما، تعبيرات أكثر حسما، لكنها تركت المجال للإسرائيليين للتمادي في العدوان على الضحية وعلى الشعب الفلسطيني خلال يعني الأيام التي تلت التدخل الأمريكي في هذا الشأن.